تطورات الوضع في العراق بين رصاص الشرطة وقناصة إيران. قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إن المظاهرات الحالية في العراق شخصت أخطاء متراكمة، وأن الحكومة لن تقدم استقالتها دون وجود بديل. أطلقت القوات العراقية الأربعاء الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين على جسر الشهداء، وقتلت قوات الأمن 13 محتجاً على الأقل بالرصاص خلال 24 ساعة الماضية. أعلنت قيادة عمليات بغداد رفع حظر التجول الليلي في العاصمة العراقية كلياً، مع تواصل الاحتجاجات في كافة أرجاء المدن العراقية. كشفت وكالة رويترز أن ميليشيات تابعة لإيران نشرت قناصة على أسطح البنايات في بغداد، وقتل فيها أكثر من 200 شخص وجرح نحو 6000. هؤلاء المقاتلون يقودهم أبو زينب اللامي مسؤول أمن الحشد الشعبي، وهو تجمع معظمه من قوات شيعية شبه عسكرية مدعومة من إيران. قالت وزارة الداخلية العراقية إن قوات الأمن لم تطلق النار مباشرة على المحتجين، واتهمت عناصر وصفتها بالخبيثة بالمسؤولية عن سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين. قال دبلوماسي مطلع على عملية صنع القرار في إيران إن مجموعة من كبار القادة بالحرس الثوري الإيراني سافرت إلى العراق في اليوم الثاني للاحتجاجات. التقى كبار قادة الحرس الثوري الإيراني وهم يتمتعون بخبرة في احتواء الاضطرابات المدنية عدداً من المسؤولين في المخابرات والأمن العراقيين. قال أحد كبار القادة في فصيل مدعوم من إيران إن طهران كانت على تواصل وثيق مع القوات التي تحاول فض المظاهرات لوقف الاحتجاجات.